هذا كان وارد في واي بلانتيشن عام 96 امام عرفة. النقطة الثانية، هناك في مكنونات المجتمع الإسرائيلي وبين ظهري رغبة عارمة جدا في محاسبة نتنياهو وائتلافه الحكومي، فهو منذ حوالي سنة ونصف لم يحقق أي شيء باستثناء رفع الضرائب، أساء العلاقة مع تركيا، وتر الحدود مع غزة، واستنزف إسرائيل على صعيد علاقاتها الخارجية، وبالتالي هناك رغبة دفينة عند كل إسرائيلي وكل أسرة إسرائيلية أن تحاسب نتنياهو. ثلاث، فيما يتعلق بملف شاليط الذي أثار الموضوع هو تصريحات رئيس شبكة فلسطين الجمعة الماضية في لقاء مع المحلل العسكري روني دانييل قبل أن تخرج عائلة شريط بالحملة. لأول مرة اعترف وقال فشلنا ولا نستطيع أن نحدد مكان قلعة شريط. وطبعا أريد أن أنوه هنا بأنه قد يكون أيضا في الأمر خدعة حتى تتباهى المقاومة وتفتخر وتخطئ، لكن حقيقة لغاية الآن بعد 4 سنوات إسرائيل فشلت عسكريا وأمنيا برغم كل جبروتها العسكري في أن تعثر عليه لوحدها أو أن تقوم بقتله حتى. طيب سيد لحام، برأيك هل سيستطيع نتنياهو رئيس حكومة الكيان أن يذهب لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي في ظل الضغوطات الداخلية على حكومته؟ حتى الآن لم ينجز أي شيء يعني من ملف التسوية وصولا إلى ملف تبادل الأسرى، وبالتالي سيرفع أسهمه يعني داخل في الداخل يعني الإسرائيلي. هناك حالة من المنظرين والمثقفين في إسرائيل وبينهم كتاب أعمدة تتشدقون منذ 4 أعوام على الصفحات الأولى أن إتمام صفقة التبادل سوف تؤدي إلى تقوية حماس، باعتبار أن الفصائل الفلسطينية يعني تريد الإذن من إسرائيل إذا تقوى أو لا تقوى، وهذا كلام طوباوي سخيف لا معنى له، والغريب أنه ينقد رواجا وتسويقا في المجتمع الإسرائيلي. حكومة نتنياهو من الحكومات التي سقطت، ومن قبل حكومة البرت ومن قبل ليبني 3 حكومات سقطت في هذه الهفوة من أنها لا تريد أن تعطي الأكسجين لحماس فتقوى على حساب الصفقة. على كل حال من الأحوال أنا من وجهة نظري ومن خلال الأسرة بأن إسرائيل حكمت على هؤلاء الأسرة تقريبا 40 مسألة ليست اختيارية. أنا لا أرى أن الموضوع اختياري عند الفلسطينية، لأن القضية حياة أو موت بالنسبة لهؤلاء الأسرة. وآخر نقطة، إذا ما تم الإفراج وإن شاء الله تتم الصفقة ويفرج على 1000 أسير فلسطيني من المحكوميات العالية، تكون عقدة وعقبة كأداء في حياة الفلسطينيين قد حلت على يد المقاومة وأسيري الجندي شاليط. نعم، أشكرك من بيت لحم عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السيد ناصر لحام على هذه المشاركة. يعني أرحب أيضا من غزة بالقيادي في حركة حماس والمسؤول الإعلامي للملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط الدكتور أسامة المزيني. يعني دكتور أسامة، إلى أين برأيك وصلت المفاوضات الآن حول ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي في ظل يعني التصريحات المضادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني وصلت الصفقة إلى مستوى متقدم يعني في الفترة الأخيرة، حيث تم الاتفاق على أكثر من 70% من البنود، وبالتالي كان من المتوقع يعني أن ترى الصفقة النور في نهاية عام 2009 حقيقة. ولكن الذي حدث طبعا أن العدو الإسرائيلي بعد تدخل نتنياهو تحديدا قام بالتراجع عن بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الوسيط الألماني. هذا الأمر جعل ما تم الاتفاق عليه يقل، بدل ما كان 70% ونريد أن يتحسن حتى تتم الصفقة إذا به يتراجع إلى ما دون ذلك، الأمر الذي أشعرنا بأن هناك ابتزازا وأن هناك تراجعا، وهذا يجعل الأمر غير مطمئن، لأننا سوف نلقى عند التنفيذ أيضا تراجعات أخرى وابتزاز آخر، وبالتالي طبعا سوف تتقزم الأمور. ومن هنا طبعا رفضنا هذا الابتزاز وقلنا لا يمكن إلا أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومن هنا طبعا توقفت الأمور. طيب يعني أيضا دكتور أسامة، يعني كيف يمكن تفسير كلام السيد رئيس حكومة الكيان نتنياهو بنعم ولكن في ظل طبعا ما قالته حركة حماس لا ولكن، يعني هذا ألا يعني وصول ملف تبادل الأسرى إلى طريق مسدود لربما؟ العدو الإسرائيلي ليس أمامه خيار، إذا أراد أن يفرج عن جنديه فلا بد أن يستجيب لطلبات المقاومة، ولذلك نحن عندما عرضنا هذه المطالب، هذه المطالب في نظرنا ليست مطالب تعجيزية،
ولكنها مطالب منطقية، مطالب مرنة. نحن نطالب بألف من ذوي الأحكام العالية من أصل 8000، عندما نطالب بالرجال الذين لم تستطع كل الاتفاقيات أن تفرج عنهم، نحن منطقيون، ولو كانت للاتفاقيات السابقة أو لأي من دول العالم قدرة على أن تفرج عن هؤلاء الأسرى لما لجأنا إلى خطف الجندي. ما الذي جعلنا نلجأ إلى مثل هذا الأمر؟ أليس هو أن كل العالم أدار ظهره لقضية الأسرى؟ هناك بعض الأسرى لهم 30 عاما، دخلوا شبابا صغار والآن الشيب يملأ رأسهم. هذه المعاناة يجب أن تقف. إن العالم كله يقف على رجل واحدة من أجل جندي ليس له في الأسر إلا 4 سنوات، بينما يدير ظهره إلى معاناة شعب كامل، إلى 8000 أسير، بعضهم أمضى 30 عاما، بعضهم الأمراض تنخر في جسده، بعضهم لا يعرف الآن شكل البيت الذي كان فيه ولا شكل الشارع الذي كان يسكنه. أليس من حقهم هؤلاء أيضا أن يروا النور؟ إن مطالب حماس مطالب منطقية، مطالب عادلة، ولذلك فهي متمسكة بها. طيب سيد فايز عباس، أعود إليك. يعني عندما كنا نتحدث عن الضغوطات الداخلية التي يتعرض لها نتنياهو من قبل عائلة الجندي شاليط، هناك من يقول أيضا بأن هناك ضغوطات خارجية على الكيان الإسرائيلي وعلى حكومة نتنياهو كي لا تعطي أو لا تسمح لي بإعطاء هذه المكافأة لحركة حماس، كي لا تعتبر حماس بأنها قامت بهذا الإنجاز الكبير. ما رأيك؟ هذا ممكن، وسمعنا عنه وكتب عنه كثيرا، خاصة بكل ما يتعلق من الموقف الأمريكي من هذه الصفقة، ونشر أنها تعارض عملية تبادل الأسرى. ولكن أنا أعتقد أن نتنياهو لا يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الضغوطات الخارجية، وإنما ما يهمه في الأمر هو الضغوطات الداخلية وموقف الشارع الإسرائيلي من حكومته وسياسته. أريد ملاحظة، الأستاذ ناصر لحام تحدث عن أن نتنياهو لم ينجز شيئا، هذا صحيح، ولكن نتنياهو في آخر استطلاع للرأي نشر قبل حوالي 10 أيام كانت شعبيته قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وهذا يدل على أن الإسرائيلي لا يريد على إنجازات خاصة السياسية من نتنياهو، وإنما كان هذا الارتفاع بشعبية نتنياهو بعد الاستيلاء على بعد عملية القرصنة على سفن الحرية لكسر الحصار عن غزة. أي يعني أن نتنياهو في نهاية الأمر، أنا على قناعة بأن نتنياهو